السلام عليكم مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحيل من الحيل المنزليه اللي غادي تنفعكم ان شاء الله دائما، وكذلك في ايام عيد الاضحى المبارك اللي كيكون فيه بزاف ديال الاشغال والتنظيف. اليوم غادي نعرفكم على هذا المعطر المركز ديال التنظيف اللي رائع، اللي ممكن منكم كيعرفوا اللي ما كيعرفوش او اللي كيستعملوا استعمال واحد. ان شاء الله غنعرفكم على هذا المعطر المركز او الزيت المركز للتنظيف غوتا غوتا. هاد غوتا غوتا زوين بزاف البنات، مني جربته يعني شنقول لكم فعال، وكيخلي واحد الريحه زوينه اللي كدوم اكثر في البيت. هاد غوتا غوتا كيتباع في المحلات اللي كتبيع المواد التنظيف، وكذلك كيتباع حتى في البيم، وكيجي بنكهات مختلفة، كيجي بالخزامة، كيجي بالورد، كيجي يعني بنكهات مختلفة. هو راه الروح ديال العطر، يعني راه جوج نقطات راه كافيين. وهاد الغوتا غوتا راه ديال الماركة إسبانية وزوينة بزاف البنات، وفيها 125 ميل يعني كافية، لأنه مركز يعني ما كتستعملوش فيه بزاف، فقط غير نقطه ولا جوج نقطات، راه كيعطي فعاليه اكثر. كيف كتشوفوا راه كيجي بنكهات مختلفه وما كيخطانيش في البيت. ملي جربته وليت كناخذه ديما، واكثر هذا النوع ديال النكهه اللي كتعجبني هي هذه اكثر، الريحه ديالتها اللي كتبقى اكثر. مهم ان شاء الله غادي نوريكم حيل منزليه نستعملوها ماشي غير في التنظيف، غنستعملوها في استعمالات كثيره ان شاء الله تعرفوا عليها في هذا الفيديو. والثمن ديالو كيدير 260 ريال اي 13 درهم. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا على الحيل ان شاء الله اللي غادي تكون مفيده ان شاء الله. وقبل ما نبدا الفيديو لا باس انكم تنزلوا ديروا لي لايك، ما تنساوش اللايك. اذا مازلتوا ما اشتركتوش في القناه اشتركوا بالضغط على الزر الاحمر صابوني، ديروا جنبو غيكون الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وما نطولش عليكم، مشوا مباشره تعرفوا على الحيله الاولى ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للحيلة الأولى، ديما كنبغيو نغسلو الملابس ديالنا، وكنبغيو شي معطر اللي يعطر لينا الملابس. اقترح عليكم غوتا غوتا، كتضيفوا المسحوق ديال الغسيل الملابس اللي كنتوما كتستعملوا، وكنوضعوا فيه جوج قطرات من غوتا غوتا، كيخلي واحد الرائحه زوينه للملابس. غير كتصبنوا كتشموا واحد الرائحه غزاله. استعملوا هذه الطريقه وردوا عليا الخبر ان شاء الله تعجبكم. وصافي وكنخدموا لا ماشين ديالنا ونمشيو للحيله المواليه. بالنسبه للحيله المنزليه الثانيه، كنحتاج البابي جينيك او الورق ديال الطواليط اللي كنديروا في الطواليط. غندير لكم واحد الحيله اللي غتنفعكم ان شاء الله. كناخذوا الزيت المعطر او الروح المعطر ديال غوتا غوتا، كنديروا واحد فقط غير جوج نقطات، راه كافي، راه كيعطي واحد الرائحه اللي مجهده، وعجوج نقطات راه كافيه اللي بقى لك مده. اش كناخذوا؟ كناخذوا واحد القطن كنديروا فيه نقطتين من المعطر، وكنمسحوا به الجوانب هنا من الداخل ديال البابي جينيك، يخلينا واحد الريحه اللي كتدوم اطول. او ممكن نخليو القطن لداخل بهذا الشكل وكنوضعوه في الطواليط، كيبقى لينا واحد الريحه زوينه في الطواليط ديالكم او في الحمام ديالكم. كما تدخلوا كنلقاو واحد الريحه زوينه. هذه نتمنى الحيله الثانيه تكون عجبتكم. نمشيو للحيله المواليه ان شاء الله. بالنسبه للحيله المواليه، لو بغيتوا تعطروا اي مكان في البيت، في البلاكار ديالكم او في اي مكان بغيتوا تعطروا، عندي واحد الحيله اللي زوينه غتنفعكم. كتحتاجوا بحال هاد الخنيشات اللي كتشوفوا اللي كيكونوا هنا مقفولين، راه كيكونوا موجودين عندنا. اش غنديروا؟ غناخذ كذلك واحد القطن، او لك عندكم شي مثلا وارد ولا شي نوع عندكم كتعطروا به تقدروا ديروا في هاد النقطات. غنديروا جوج نقطات كذلك، وغادي نوضعوه في هاد الخنيشات بهذا الشكل. نضعو بحال الخنيشه بحال هذا الشكل صافي، وكنعلقوها
في المكان اللي بغينا كتخلي العطر كيدوم اكثر في البيت ديالكم، كيجي واحد المكان معطر. ولا كان عندكم بحال الخنيشات اللي كيكونوا كيتباعوا كيكون فيهم يعني الورد، كيتباعوا فيهم بزاف ديال الانواع، تقدروا ديروا فيهم قطرات كذلك وتوضعوه وتعلقوه بهذا الشكل. بالنسبه للحيله الرابعه اللي بغيتوا تعطروا الحمام ديالكم او الطواليط، كتاخذوا واحد العلبه اللي من الكرتون او اي علبه، كتجيبوا واحد القطعه ديال القطن كتحطوا فيها القطرات ديال غوطه غوطه من اي نكهه كتفضلوا، وكنوضعوها في الطواليط او في الحمام، كتخلي والحمام معطر كيبقى معطر زوين. كيف كتفتحوا الحمام كتلقاوه زوين، وتقدروا ايضا ديروهم في هاد العلب اللي كيتباعوا اللي ديال التعطير، كنوضعوا فيهم كذلك القطعه ديال القطن. وكنتمنى ان هاد الفكره تكون عجبتكم. ندوزوا كذلك الحيله المواليه. بالنسبه لهاد الحيله البنات غنحتاج فيها هاد ديال الرشاش، ولكن هاد الرشاش غنوريكم هذا ديال الو اللي سبق لي داك الفيديو خاص به، راه زوين زوين البنات. بالنسبه للبوطاغاز الفرن الكاستري يعني كيخرجوه كيضوي وكيلمع بلا مجهود بلا حكان، غتلقاو الفيديو خاص به كيفاش كنظفت به ودرت به بزاف ديال الحيل كذلك، غتلقاو في الفيديو. والثمن ديالو راه هو هذا مكتوبه 13 درهم، زوين كيستحق والله. الا هذا تحتاجوا لي كذلك في حياتكم اليوميه وفي العيد اضحى المبارك اللي كيكون عندنا بزاف ديال التنظيف، فهذا حتى هو ضروري يكون عندكم في البيت. اللي مازال ما شافش هذا الفيديو غنخلي ليه الرابط في اول التعليق. مهم بالنسبه للحيله، حيت انايا سالا ليا هذا الو، ما كنقرمش بحال هاد العبوات اللي كيكونوا ديال استعمالات باش نستعملو استعمالات اخر حيت فيه الرشاش. اش درت انايا، ضفت ليه هنايا جبتو لكم من الحمام حيت كندير به هاد الكوطه كوطه، كندير هنا الماء يعني القياس ديال الماء، كنعمر الماء، كنزيد عليه نقط من النقط ديال العطر المركز او الزيت المركز ديال غوطه غوطه، وكينرش به المكان في الحمام. اش نقول لكم البنات، عطرشي المكان كيولي واحد الريحه زوينه في الحمام ديالكم. ما تستغنوش لا جربتوا الطريقه ان شاء الله، ما تستغنوش على هذا العطر الرائع، وكترشوا المكان على الشيء كنحتفظ به لانه فيه رشاش. كنبغي نستعمل هاد العبوه في بزاف ديال التنظيف، هادشي ما كنرميش هاد القنينات كنحتاج ليه، خصوصا هاد الو كذلك من منتوجات التنظيف اللي ضروريه عندي في البيت، كتسالي ليا كنعاود نجيب وحده اخرى وما كنرميش هاد القنينه. ماشي ضروري هذا، حتى انايا عندي وخواليا وخدمتو كرشاش، اما نتوما اي قنينه على شكل اللي كترش بحال هكا كتكون سهله باش تقدري ترشي المكان كيما بغيتي في الحمام، كتجي مزيانه وفعاله. كنتمنى هاد الفكره تكون عجبتكم، وندوزو للحيله المواليه. بالنسبه للحيله السادسه لتنظيف الارضيه البيت، كنجيبوا الجفاف اللي كنجفوا به او القطعه اللي كنجفوا بها، كنوضعوا فيها قطرات من غوطه غوطه، او كتكونوا دايرين واحد الخليط ديال الماء اللي بحال اللي وضعته انا في الطواليط، مره مره كترشوا به الارضيه وانتم كتنظفوا الارضيه، كتخلي البيت معطر ولي شمد الريحه اللي غادي تعجبوا، وغادي يقول لكم اشنو استعملتوا. نتمنى ان هذه الفكره تكون نالت على الاعجاب ديالكم. بالنسبه للحيله السابعه، كنقترح عليكم واحد الفكره. كنا كنعانيو من الاحذيه مع العرق ديال الصيف كتكون الريحه كريهه، كنقترح عليكم واحد الفكره، كتجيبوا الورق النشاف وكذلك ناخذوا العطر ديال الكوطه كوطه يعني الزيت ديال الكوطه كوطه، اي نكهه كتفضلوا، حيت كنفضل انا هاد النكهه كنحط جوج قطرات فقط لانه هو العطر مركز وقوي، يعني فقط غير جوج نقطات، وكنطويو هاد الورق وكنوضعوه في الاحذيه ما
تبقاوش تشموا الريحه نهائيا. وكذلك نفس الفكره ديروها حتى في الملابس، في البلاكارات ديالكم، في الخزانات كاينين في الملابس كتوضعوا الورق كيف وضعته وكتبقى الريحه وكتمشي ريحه الغموليه. نتمنى ان هذا الفيديو يكون نال على الاعجاب ديالكم، شجعوني ودعموني باش نزيد نعطيكم بحال هاد التدابير. وبسلامه عليكم والى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.